أهم سؤال هو أنا أعرف إزاي الراجل الخاين؟ إيه العلامات؟ وشي كده على طول دخلت في الموضوع على طول. الراجل الخاين ده أنا أعرف إزاي العلامات كده ده بيخني أو أنا كده أنا ظلمة. هو يعني عشان يحصل خيانة زوجية يحصل تغيرات في صفات الرجل وطريقة تصرفاته، يا إما بيبقى رومانسي جدا وحنين قوي عشان ضميره بيوجعه عشان خاطر يحاول يوري لمراته او للست اللي في حياته ان هو ما بيخوناش، فيبالغ جدا في الرومانسيه. في ستات تقول لي كده مجرد ما يدخل البيت عندي ويقول لي حبيبتي وحشتيني وجايب لي هديه اعرف ان هو عامل مصيبه بيخوني، او العكس انك تلاقيه تجاهلها تماما 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 وتلاقيه خلاص ولا كانها موجوده في الدنيا. فالحاجتين الاكستريم قوي دول تعرفي ان في حاجه حصلت، صفاته اتغيرت. كل صفاته بقى او ما يحس ان في تغيير، يا اما يبالغ جدا في رومانسيته يا اما يبالغ جدا في عداوته وتجاهله. بس على فكره بنظلم الستات ويقولوا عليهم نكاديين بعد كده، لو ايه لك انت اتغيرت ما بقتش مهتم، اصلا انا مش فاضي، اصلا انا في الشغل، انت ليه كده، مش طول الوقت لازم افكر فيكي، حاجات دي. يعني انا افهم من دلوقتي اللي انا اهتم بيها هيتقال عليا خاين، ما اهتمش هيتقال عليا اللي انا مهمل. المبالغة. انا اعمل ايه؟ المبالغه يا ممدوح. انت شخص عادي جدا بتروح كل يوم لمراتك معاك كيس برتقال، جالي مكافاه فانا رحت رايح جايب لها خاتم حلو جدا، قلت لها يا حبيبتي خدي انت خاين. لا يا راجل، طب بذمتك يا ممدوح انت لو خدت مكافاه من شغلها هتروح تجيب لمراتك خاتم ليه؟ لا ايوه هي اكلتني وشربتني واهتمت بيا فاديتني المجال اللي انا انجح، فبالتالي لازم اديلها مكافاه. طب نقول معظم الرجاله بتعمل ايه عشان نكون صادقين، ما نقولش ممدوح وايهاب، نقول معظم الرجاله تروح تاخد فلوس في البنك تحطها عشان مستقبل البيت ومستقبل الولاد، لان احنا طبيعتنا بنخاف من بكره جدا. لكن مش هروح اجيب لمراتي هديه يعني في الاخر اللفه عشانها وعشان العيال. بس احنا كده في المعنى ده بس بنعبر عن مشاعرنا بايه بقى، مش بالرومانسيه المطلقه بتاعت خاتم وهديه وبتاع، ما بنعبرش كده خالص، هم بيحلموا بيه بقى مستقبلهم، ده مش تعبير. بس مش عايزين نظلم برضه، يعني في رجاله برضه كويسين بيعملوا كده. دلوقتي الراجل البي يعرف ازاي ان الهانم دي جاده في العلاقه، ايه العلامات اللي ممكن تظهر للراجل يعرفه ان الست دي تمام الجده اللي هي عايزه تتجوز وتفتح بيت ومش عايزه تقلبه وتخلص. انت متاكد يا ممدوح بالسؤال ده؟ سؤال رهيب، ده سؤال لازم الست تعرف ليه ان الراجل جاي. بقيت 30 سنه 30 سنه كوتش، عمري ما حد سالني سؤال. طبعا على فكره بيتسال الست تقول لي مثلا مش اعرف ان الراجل ده جد وعايز يتجوز، لكن انت اول مره في حياتي راجل بيقول اذا اكد رومانسيتك. خلي بالك لان احنا في 2024 الدنيا اتغيرت، ودلوقتي بقى في صفقات، انا هتجوز فهخلف فهخلص فالسلام. تمام، خلي كلامك ده حقيقي، اندبندنت وهبقى مسؤول عن نفسي وخلاص مش عايز راجل اصلا، بس انا امنت المستقبل بتاع الباشمهندس اللي هيتصرف عليه لغايه ما يبقى عنده 20 سنه ولا 18 سنه. فبالتالي الفكره دي بقت شائكه وبقت شائعه، فبالتالي انا عايز دلوقتي اقول للراجل حصن نفسك، معلش انا عارف انك انت مهم عندك المراه او شايفها يعني مهدور حقها، بس احنا عايزين برضو الراجل اللي عنده علامات. حقي ايه اللي بيتقال ده؟ ماشي يعني هو بصي يا نورين، هي هو سؤال غريب بس حقيقي. مع ست في العلاقه واحتمال تكون بتضحك عليه، يعني احتمال تكون هي مش جده، نورين اقول لك مفاجاه اقول لك مفاجاه مش انا بقول متحيز اصلا. والله العظيم عندي نماذج دي كتير جت بجد، والله العظيم في كده تخيلي، بس طبعا مش نسبه كبيره، بس ده واقع جالي. يعني جالي فعلا ستات هي عايزه تتجوز لمجرد ان هيكون عندها طفل وتقوله مع السلامه، او بنت مثلا بتتخطب 5-6 مرات تلم الشبكه من العيار وتخلع وتخلع. بس هل الراجل بيبقى قلقان؟ ابتدى يتوجه الراجل ده، وهتلاقي اكتر الرجل الرومانسي. احنا قلنا انا تحيزي للمراه ليه، لان معظم الرجاله زي ما انت قلت في بدايه الحلقه معظم الرجاله عندهم الافات دي، لكن يبقى ان في نسبه مش قليله 10% حد ادنى مثلا رجاله مثاليين ورومانسيين داخل علاقه بمنتهى الحب والتعاطف. طبعا لكل قاعده بتصدم في امراه ماديه مثلا، او كل حلمها ان هي تتجوز او تاخد شقته بعد الجواز او تتطلق. موجودين وانا معاك في ده جدا جدا، لكن هي النسبه مش كبيره شويه صح؟ لا النسبه مش كبيره يا ممدوح، يعني خلينا نكون صادقين. يعني انا عمري ما عممت، بس هو موجود. لا مش ولا حتى التعميم موجود على السطح. لا ولا تعميم، ما اقصدش بتعميم، انا اقصد النسبه دي عندي ما تمثلش اكتر من 10% من الستات الاندبندنت اللي هم ظاهرين جداد. ما هو اكتر شويه يا استاذ ايهاب. طيب مطلوب بقى تعمل ايه ساعتها؟ اتفضل. مطلوب ان انت ما تبقاش مندفع قوي في عواطفك ولا في مادياتك. حلو يعني جدا. ما تجيش النهارده هي طالبه شبكه مثلا برقم كبير قوي فوق ميزانيتي وكاتبه مؤخر وكاتبه قايمه وعماله تحط وانا زي العبيط بقى داخل لا مش هعمل كده. اصحى اطمن الاول 6 شهور خطوبه الاول اشوف بقى تجاوب المشاعر. احنا دايما بنقول نطول فتره خطوبه عشان ولا لا صح الاول صح. واهتمامات بيتها يا ممدوح مهم قوي طبعا. هل الاسره دي ماديه؟ ما بقعد مع الاب ده اب مادي وعمال كل كلامه بالفلوس. الام عامله ايه مع باباه؟ مبتزاه البيت عايش ازاي؟ من الاسره اخوها حلو كل ما يشوفني يقول لي انا مثلا وانا صغير خطبت مره واخو البنت قال لي هات لي بدله هديه مثلا، فقلت البيت مادي مثلا طبعًا. على طول اخلع على طول سلام عليكم والدتك بتقيم انا كنت جايبي وانا جاي، تقول لها ازاي خطيبك ما يعني بيجيبش وهو جاي عشان ما يخشش موجودين جوه. موجودين يا نورين طبعا. طبعا موجودين طبعا. يعني هو في الوحش والحلو طبعا في كله. طيب